في ناس يا أخوانا قد أكون أنا منهم، نسأل الله العفو والعافية، أجلس لتأليف كتاب ديني فأنسجم مع ما أفعل وأنتشي لذلك، يؤذن المغرب أظل أكتب لأنه أنا منتشي بهذا العمل. أخي أذن المغرب أنا غير منتبه، غير منتبه أفعل هكذا إلى أن لا يبقى من وقت المغرب إلى ربع ساعة مثلا. يأتي ربما من يذكرني، زوجي ولد أو كذا، أو أنظر إلى الساعة، يلا يلا أترك هذا العمل وأقوم فأسرع لأصلي صلاة المغرب. وفي الغالب لما أصلي صلاة المغرب قل الله أكبر وفكري مع عملي الذي كنت أفعله، الفكرة الفلانية مضبوطة ولا مو مضبوطة، والمشكلة الثانية كيف بدي حلها، كيف بدي أعبر عنها، وكيف كذا، وأنا عم بركه بس جود أفكاري مشغولة. هذا العمل في صورته عمل ديني، لكنه في حقيقته حجبني عن الله أم لا؟ حجبني، نعم. إذن هذا غير، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. إيش معنى إلا ذكر الله؟ أي إلا ما يذكرك بالله. فإذا رأيت شيئا يذكرك بالله فاعلم أن هذا ليس من الدنيا أبدا. شوف بقى هذا اللي يذكرك بلا شهود، شو ما كان يكون الذي يذكرك بالله ليس من الدنيا. العمل في التجارة، في الزراعة، في السياسة، في الصناعة، في الأعمال الاجتماعية التربوية، أي شيء طبعا بده يكون من مضبوط بالشرع، مضبوط بأحكام الشرع، النية واحدة لا تكفي. إذا كنت تفعله لوجه الله إذن هو مما يذكرك بالله سبحانه وتعالى. لكن إن كنت تمارس ذلك وكانت ممارستك له تلهيك عن الله، تشغلك عن الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة هو من الدنيا حتى ولو كانت صورة العمل صورة.